بمناسبه راس السنه الجديد، يعني في اولاد عم يجوا عم يشتروا العاب، في اولاد عم يجوا يشتروا شجره بمناسبه السنه الجديده يعني، وسنه رايح صار عندنا زلزال ما زلزال، يعني توفوا خير الله عالم يعني مفشون، يعني سنه 24 ان شاء الله بصير احسن من سنه رايح كمان. مرحبا، انا اسمي امينه رمضان، اليوم جايين نشتري اشياء لراس السنه، واليوم عام 2024 وراح نودع عام 2023، راح ندخل بعام 2024. كان عام 2023 كان حزين شوي، وبدنا ان شاء الله يكون منيح عام 2024. طبعا السلام عليكم، نحن اليوم باخر يوم طبعا بسنه 2023، السنه اللي هي كانت سنه المآسي، سنه الآلام، سنه الكوارث، سنه الزلازل، فقدنا فيها ناس غاليين، فقدنا فيها ناس عزيزين على قلوبنا. طبعا سنه كانت بكل الانواع سنه شؤم لبعض العالم. بتمنى طبعا نحن بسنه 2024 تكون سنه سلام، سنه خير، سنه سعاده، سنه تفاؤل. طبعا هي طبعا ألفين وأربعة وعشرين تكون خير وسلام على الجميع إن شاء الله يا رب، وتكون سنة كويسة ما فيها مشاكل، ويصيب أمن وسلام للبلد كله إن شاء الله يا رب. مرحبا، أنا اسمي رمزي، يعني من جندير الساكن وماخذ محلات هون. يعني بتمنى السنة هذا يكون علينا خير والسلام يعني، ومش والسنة الثانية كمان راحت علينا، يعني شوي الظروف كانت صعبة شوي، بس ان شاء الله باذن الله يعني هالسنه هي كلياتنا نكون مبسوطين ومرتاحين الحمد لله. انا اسمي نازليه خليل بكو، وهلا جاي على المول بشتري على السنه الجديده، ان شاء الله سنه خير وبركه على الكل، وهيك الاوضاع ترجع هيك كويسه ان شاء الله، والاوضاع هيك تكون احسن من هالسنه، وحدا ما يشوف اذى، سنة خير على الكل إن شاء الله يا رب. أنا اسمي رامي من جندرس، إن شاء الله السنة خير على الجميع، على السنة الجديدة إن شاء الله. 23 كانت أيام حلوة، وإن شاء الله نقضي أيام 24 لسه على أحسن وعلى أحلى، وكل واحد يرجع على بيته، وإن شاء الله بتمنى الخير للجميع، وإن شاء الله كل عام والجميع بخير يا رب.